طيب، يعني تحدثنا عن الزراعة، تحدثنا أيضا عن التجارة والتعاون في مجال الاقتصاد الأخضر أو ما شابه. الاستثمارات الإستونية الآن تبحث عن مكان لها في مصر في عدد من المجالات سيادة السفير. لماذا تهتم الاستثمارات الإستونية أن تدخل السوق المصرية في هذا التوقيت وأن تتوسع في مجالات مختلفة في مصر؟ يعني احنا في حاليا بيتم مراجعة عديد من التشريعات، سواء تشجيع الاستثمار أو منع الازدواج الضريبي أو قانون العمل أو حتى القانون الإجراءات الجنائية، لأن قانون الإجراءات الجنائية أيضا بيكون فيه جزء خاص ب أصحاب الشركات ورجال الأعمال وما يمكن أن يرتكب من مخالفات. فبالتالي كل تهيئة المناخ العام، يعني آليات إصدار القرارات، المعدلات الضرائب المباشرة وغير المباشرة، كل دي أمور بيهتم بها المستثمر الأجنبي والمستثمر المصري أيضا، لأنها بتمثل بيسموها عبء غير منتج على عمليات الإنتاج. فهنا ده عوامل كلها جاري حاليا في سعي من جانب الحكومة على كل المستويات والاستعانة بآراء كل الخبراء لصياغة أسلوب جديد أو تطوير الأسلوب القائم ليلائم رجال الأعمال المصريين وأيضا رجال الأعمال الأجانب، باعتبار أن المستثمر المصري هو عامل الجذب والمرشد للمستثمر الأجنبي. فده عامل مهم للغاية بيتم التوافق عليه، وإذا تم ده هيكون مجال أرحب لمزيد من الاستثمارات بين البلدين. نعم سيادة السفير، عندما نذكر دولة إستونيا فنحن أو جمهورية إستونيا دائما نذكر التطوير، التعاون مع مصر في مجال التحول الرقمي، سواء على المستوى الثنائي بين الحكومة والشركات أو بين الشركات المصرية والإستونية. لماذا هذا المجال تحديدا، التعاون الرقمي؟ يعني عاوز أقول حاجة، إن الثلاث جمهوريات إستونيا وليتوانيا ولاتفيا مرتبطين بالاقتصاد الألماني منذ أن استقلوا عن الاتحاد السوفيتي. بالتالي التنمية اللي حصلت فيهم تنمية على مستوى رفيع في مجالات التكنولوجيا، مجالات استخدام التكنولوجيا الرقمية، التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات. أيضا اقتصاد الاقتصاد الألماني، فبالتالي في تعامل اقتصاد، رغم أنه هو طبعا اقتصادات نسبيا صغيرة مقارنة بالدول الأوروبية الكبيرة ألمانيا والدول، لكن لديهم تقدم في هذا المجال، حقق تقدم كبير في هذا المجال، وأصبح لدينا مجال للبرمجيات ومجال للتكنولوجيا المعلومات، ومحتاج لمزيد. فده يبقى مجال للتعاون بين البلدين في المنح، في الخبرة، في تبادل الخبرات. كان لديهم أجهزة أو معدات ممكن استيرادها، فدي كلها مجالات مفتوحة للتعاون.